بتقابلي بقى بنات معاكي بيقولوا احنا عايزين نبقى زيك عايزين نخش المجال؟ في المجال في بنات كتير قوي في المجال بجد كتير قوي. ده اعتقد ان في بنات كتير حتى ما عرفوش ازاي اصلا يخشوا المجال او حاسين ان هم لا الاولاد هم اللي مكتسحين المجال فانا مش هعرف احقق نجاح. بصي الكلام ده كان زمان، دلوقتي لا، دلوقتي لا. ممكن لو حد عايز يدخل المجال خلاص، هو الايفنتات كتير قوي، البطولات بتاعت البنات بقت موجوده. يعني في اللعبه اللي انا بتكلم عنها دي في بطوله حاليا اسمها المجد، المجد دي اللي بتاهل لجيم تشينجرز اوروبا، ودي بطوله كبيره قوي للبنات على مستوى اوروبا. فلا هو ده كان زمان الناس مش عارفه ازاي تدخل، لا ده كان زمان. دلوقتي انت مجرد تجيبي كمبيوتر وقعدي على الكمبيوتر خلاص، العبي بقى وعيشي حياتك، نزلي اللعبه اللي انت عايزاها وعيشي حياتك عليها. لو عندك لابتوب برضو على حسب امكانياته، فما عادش زي زمان الموضوع صعب ان هو لا هنقعد ونلعب ونعمل، خلاص هو كله بقى دلوقتي قاعد على الكمبيوتر بيستعمله. خليني اسالك سؤال كده وتردي عليا بصراحه، ماشي؟ الجيمرز الولاد بينفسنوا ولا على البنات ولا بينفسنوا؟ اه حصل، والبنات على فكره بتنفسن على الولاد قوي، الاثنين بينفسنوا على بعض. او يمكن الولاد بحسها اكتر لان هم ده بالنسبه لهم مجالهم، فاللي هو البنات تخش فيه انتوا مالكم انتوا خليكم في المطبخ بقى والجو ده. مش كله الصراحه، في ولاد كتير قوي بتشجع ان البنات تدخل المجال، وفي ولاد طبعا يعني ما علينا من ان هم شايفين البنات في المطبخ وكل الكلام ده، بس لا الولاد الجيمرز الشاطرين او كده شايفين لا ان في بنات فعلا لعيبه وان هم يستاهلوا يبقوا عندهم فرصه ويستاهلوا ان يبقى ليهم مكان في حوالينا، واصلا بيلعبوا مع بعض. يعني ممكن تلاقي مثلا شاب من تيم معروف بيلعب مع واحده من تيم معروف برضه، فالموضوع بالنسبه لهم بيبقى جميل. نيجي بقى لتنظيم البطولات، عرفت ان انت مش بس جيمر انت كمان بتنظمي بطولات، ممكن تكلمينا اكتر عن الموضوع ده؟ بصي هسهل لك الموضوع خالص، عندك ماتشات الكوره مظبوط، ماتشات الكوره بيبقى ليها موسم، بتروحي بيبقى فيه يعني موسم للماتش بتاع الكوره، بيبقى بيدخل بقى المنتخبات تقدم، النوادي تقدم ايا كان، صح؟ ويبداوا يتنافسوا واللي بيكسب خلاص. نفس الموضوع في بطولات موجوده للجيمز اللي احنا بنلعبها دي. ازاي دلوقتي انا عندي بطوله للعبه فالورانت، بطوله المجد اللي احنا كنا بنتكلم عنها للبنات، بما اننا بنتكلم عن البنات دلوقتي، تمام؟ بطوله المجد دي بطوله على مستوى الشرق الاوسط وبلاد الخليج والعراق، بطوله كبيره على مستوى الجزء ده كله اللي هي المينا ريجن عامه. احنا عندنا التورنمنت دي كلها بنات في بنات، تمام؟ من اول الادمنز البلايرز كل حاجه، ممكن تلاقي بس الكوتش او المانجر بتاع التيم هو اللي ممكن يبقى شاب او حاجه، ده حاجات طبيعيه يعني، بس اللي بيلعبوا نفسهم بنات كلهم، الادمنز اللي معاهم اللي هم الحكم اللي معاهم اللي بينظم لهم البطوله كلهم بنات، التيم كله بنات، عشان حتى الموضوع يبقى اسهل، البنات تبقى مرتاحه وهي بتلعب، ما يبقاش حاسه ان في ضغط ان في ولد قاعد معاها في التشانل فمش عارفه تاخد راحتها مع البنت اللي معاها، يقولوا كلام يعملوا اي حاجه، عشان الموضوع يبقى لذيذ يعني. طيب البطوله بقى ايه اللي بيحصل فيها؟ احنا في تيمات بيبقى تيمات معروفه شويه ومسجله رسميا، دي بيتعمل لها في الغالب انفايت، ان هي بنبعت لهم ايميل نقول لهم ادخلوا البطوله دي وشاركوا عليها، والبطوله دي جوائزها كذا كذا وبتاهل لبطوله جيم تشينجرز بتاعه اوروبا اللي هي اعلى اكبر بطوله للبنات في العالم يعني. فبيجي التيمات تقدم وتدخل عندنا، واحنا بنبدا نتابع بقى البيانات بتاعتهم مظبوطه، الورق بتاعهم مظبوط، كل حاجه مظبوطه، مفيش اي مشكله خلاص، يبداوا يلعبوا الماتشات بتاعتهم ويقعدوا يتنافسوا، اللي يكسب في الاخر بيتاهل ان هو يا اما يعني حاليا احنا دلوقتي هنبدا شغالين في الجزء الثالث من البطوله دي في خلال السنه دي، الجزء الثالث ده مش هيأهل لجيم تشينجرز، بس الكسبان من الليفنت، الليفنت دول اللي هم بلاد زي مصر بقى والمغرب وتونس والناحيه دي عموما، وبلاد جي سي سي اللي هم العراق والخليج، دول كل يعني كل مجموعه من دول المركز الاول فيها هيكسب حوالي 2000 دولار تقريبا او حاجه. فلا ده في حاجات تم اختيارك لان انت تنظمي بطولات ولا انت قدمتي مثلا هم بيبعتوا للاوريدي الجيمرز المشهورين؟ لا مش بالظبط، هو انا كنت عشان بلعب اللعبه من زمان قوي وبلعب العاب كتير من زمان قوي، فانا اوريدي معروف اسمي شويه، فالشركه اللي انا شغاله فيها كانوا عايزين ناس بنات يشتغلوا، فلما عرفوا ان انا موجوده وان انا عارفه في اللعبه كويس وان انا بلعب من زمان وان انا عندي خبره في الالعاب والكلام ده كلموني ودخلت معاهم الشركه، وبعدين اشتغلت ادمن شويه على بطولات الولاد لان ما كانش لسه في بطولات للبنات، شويه بشويه بشويه بقيت انا المسؤوله. لما جه اتعمل بطوله للبنات قالوا لي لا تعالي احنا عايزينك انت تمسكي البطوله دي، تبقي انت الليدر بتاعه البطوله اللي هو انت اللي تنظميها من اولها لاخرها يعني لوحدك، فقلت خلاص تمام انا ما عنديش مشكله، ودخلت ها نحن هنا
لسه في قدام ان شاء الله يحصل بقى حاجات كمان للبنات ان شاء الله هتبقى اكتر يعني. ومكملين معاكم من افتتاح جالاكسي جيمنج كلوب، ومعانا النهارده انشنت مش جيمر ولكن مانجر في فريق الجي كي. زي حضرتك عرفنا اكتر بالمجال والفريق، وخصوصا ان انا اللي قابلتهم النهارده كلهم جيمرز، لكن حضرتك مانجر في الفريق، فممكن تعرفنا اكتر عن الموضوع؟ تمام. احنا فريق جي كي اي سبورتس، ابتديت من 3 سنين معاهم از تيم مانجر. في الاول كانت لعبه وايلد دريفت ليج اوف ليجند موبايل، كانت لسه سيزون 1. بعد كده ابتديت ان انا مسكت كونتري مانجر ايجيبت للجيمينج هاوس، وعلشان الايفنتس سوبر دوم انسومينا، الايفنتات اللي بتحصل في مصر وبيبقى لينا تواجد في البطولات يعني في مصر. شاركت مره واحده بس في بطوله، بس كانت فور فان يعني، في سيف مود از ا بلاير يعني. تمام. اوكي. طيب حابه اكتر تعرفنا عن مجال الجيمنج في مصر، وليه هو مش نفس شهره بره، او الموضوع في بره مشهور اكتر من مصر؟ هو المجال في ميدل ايست عامه مؤخرا لا ابتدى يبقى زي بره يعني، خاصه بعد اللي بيحصل طبعا في السعوديه زي ما شفنا جيمرز 8 سكيل يعني سو هيوج يعني ازمينا ريجن، شبه حاجات كتير شفناها. سوبر دوم في مصر شبه بطولات كتير اوف لاين شفناها بره. لا الدنيا هنا في مينا ريجن ابتدى يبقى فيه، خاصه كمان ان الشعبيه والجماهير اللي موجوده في مصر يعني الاستاد كان مليان جدا في سوبر دوم، ويمكن اغلب الناس مش لاقيه تيكتس كمان. لو كان الموضوع اكتر من كده كان الاستاد اتملى اكتر من كده كمان. كنت عايز اسالك سؤال مهم جدا، وهو اصلا حضرتك ابتديت جيمر وبعدين بقيت مانجر، ولا اوريدي حضرتك دخلت على المانجر على طول؟ لا مع جي كي انا ابتديت كمانجر عادي، بس يعني كانت تورنمنت في مصر. انا الرولز بتاعت التورنمنت كانت ان لازم اغلبيه اللعيبه تكون مصريين، فانا كان عندي التيم ما كانش كان 2 مصريين بس، فعشان نشارك في البطوله فقلنا واي نوت يعني، خلينا خلاص انا هلعب معاهم ابقى انا الثالث وخلاص. بس دي كانت بطوله يعني فور فان، مش ما تعتبرش اوفيشال تورنمنت لرايوت يعني جيمنج. بس انا دخلت من دي 1 انا مانجر يعني مش از بلاير يعني. خلينا متفقين برضو ان الكوميونتي بتاع حضرتك كله جيمرز صح؟ فمن من انا لما بقول جيمر بقول از برو بلاير يعني. أوكي. انا مش برو بلاير بس كلنا جيمرز يعني. أوكي. كلنا بنحب ان احنا طول الوقت نلعب جيمز. اوكي. من البيرسبكتيف بقى بتاع المانجر، شايف ايه مساوئ وايه مميزات المجال؟ كلاعيبة لو هنتكلم كلاعيبة، فممكن كانت العقلية في الأول زمان للعب في ميدل إيست اللي هو مثلا إيجو أو كده، أو إن أنا مش يعني بقى في ما بيلتزمش مثلا بالتدريبات كتير، بيبقى في شوية استهتار اللي هو يعني مش غرور بس اللي هو يعني واثق من نفسه شوية. بس الموضوع كل شوية بيتطور يعني، لما بقى في إمبورتس اجانب وانت بتلعب مع واحد لعب وورلد كاب معاك في التيم وبتشوفه هو بيتمرن بال 12 ساعه في اليوم والكلام ده، فابتدت العقليه بتاعت البرو بلايرز عامه تبقى اسهل، وده بيسهل على المانجر بعد كده ان هو يعرف يتعامل مع التيم وان يبقى في ديفلوبمنت في اي تيم. ايه اهم سكيلز المانجر اصلا في المجال ده؟ طبعا انه لازم يبقى يعني مش عايز اقول ان هو صارم زياده عن اللزوم، لان برضو هو بيتكلم في سكيل بلايرز يعني اعمار متوسط من 18 ل 23، فلازم في نفس الوقت يعني اوكي ان هم يشتغلوا على نفسهم كويس والكلام ده، وتبقى يعني ستريكت معاهم، بس لازم تبقى قريب منهم، لازم برضو تحسسهم ان انت بتحقق لهم كل الوسائل الراحه اللي هم محتاجينها علشان يقدروا ان هم يتطوروا ان هم يقدموا مستوى حلو يعني. شعورك ايه بقى عن ايفنت النهارده، وهل كنت متحمس وفخور بان افتتاح اول جيمنج كلوب في مصر؟ طبعا يعني اتمنى اشوف حاجات كتير زي كده تبتدي في مصر، اماكن كتير زي كده يعني. احيانا الواحد كمان بيبقى محتاج يعني، لو حتى لما بنتكلم كايسبورتس ان احنا اتاخرنا في الخطوه شويه بالظبط
بالظبط. يعني بيبقى احيانا برضو يعني لو في تيمز موجوده في مصر مثلا محتاجه انها تبراكتس، موجوده عندها ايفنت او حاجه، بيبقى عايزين مكان زي كده ياخدوا روم يقعدوا يتدربوا فيها مثلا او كده. يعني خاصه ان في تحت كمان ستيج ممكن تنفع في الكوميونتي تورنمنتس، فمتحمس اشوف طبعا المكان ده ايه الاكتيفيتيز اللي هتحصل فيه. تمام، شكرا جدا. ولسه مكملين معاكم من افتتاح جالاكسي او الجيمنج كلوب، ومعانا اسينا. ازيك يا اسينا، عامله ايه؟ انا مبسوطه جدا بالنهارده معانا بنات جيمرز كتير، اوكي، فحابه اكتر تعرفينا بمجال الجيمنج من منظور البنات في الاول كده. في الاول منظور البنات منظور وحش قوي. يعني عشان في الغالب بيبقى اللي موجود ولاد، فغالبا بيتقال لنا المطبخ كتير وان احنا لو رانك وحاجات كتير قوي وهما بيلعبوا معانا، بتبقى وحشه شويه، بس اعتقد الموضوع بيتطور مع الوقت. مش مقتنعين ان انتوا ممكن تبقوا في نفس المستوى اصلا او الشطاره؟ لا لا، هو الموضوع بيتطور جدا، خاصه مع لما بدات فالورنت بقى في كوميونتي البنات كبير جدا، وبقى في تورنمنتس كبيره برده البنات بس، فالموضوع بيتحسن بشكل كبير قوي. طيب خليني اصلا اعرف، انت اصلا بتلعبي بقى جيمنج ليه يا اسينا؟ يعني فور فن، او ده بقى خلاص يور فاينانشال ريسورس من الجيمنج، ولا ليه؟ هو كان مينلي فور فن. احنا كنا بدانا من الاول خالص، لا غالبا بيبقى اي صاحب بيقول لصاحبته مثلا تعالي ما احنا زي اللعبه دي، تعالي نلعبها مع بعض اصحاب مع بعض. وبعدين بقى بعد كده اتعرفت على صحابي اللي هم كلهم كانوا ستريمرز، بعدين بدأوا يقنعوني انتي ليه مش بتستريمي، ليه مش عارفة ايه، فبدأت بقى اخد السكة بتاعت الستريمينج، فبدأ يبقى فيها سنة بروفيشنالتي او يبقى فيها سورس اوف ماني، بس برضو الموضوع مبيبقاش كبير قوي. بدأت تلاقي انجيجينج على الستريمز بتاعك امتى اصلا؟ من شهر من بعد ما بدأت استريم. يعني كان في الاول بيبقى كان ارقام قليله طبعا، لان اول شهر ما بيبقاش فيه حد عارف، تاني شهر كان في نقله تانية، كان بيبقى فيه ارقام عاليه جدا وانجيجز على كل حاجه على البوست. بسبب شطارتك في اللعبه اللي هي لعبه ليج، خلينا متفقين بتلعبي ليج، ممكن نقول بسبب الكاركتر. يعني مش شطاره في اللعبه، لان انا رانكي عادي بالنسبه لناس كتير، هو لو رانك يعني رانكي دلوقتي ايميرالد، ف اتس نوتينج فور الهاي ايلو مثلا. بس الناس بتحب الناس اللي بتتعصب تقريبا، بيضحكوا لما بيشوفوهم بيتعصبوا، فده كان مينلي اكتر الشخصيه اللي بتلعب، مش يمكن الشخصيه اكتر من الرانك. انا بشوفها بتفرق جدا في الشخصيه، الناس بتحب الناس بتحب تضحك، الناس بتحب تضحك، فلو انت فاني او تعصب والناس تضحك عليك هتبقى او غبي. على فكره الاغبياء الأغبياء بيجيبوا جامد معنا، يقعدوا تنمروا عليهم مثلا، ممكن بيتريقوا شعب مصري. You're beautiful inside out. يا شرفتيني ونورتيني، مشكورك جدا معانا النهارده. ومكملين معاكم، معانا حازم علام كونتنت كرييتور في ليج اوف ليجندز. ازي حضرتك؟ الحمد لله، انت اخبارك ايه؟ الحمد لله كله تمام. منورنا النهارده في افتتاح اول جيمنج كلاب في مصر. الاول حابه تكلمني اكتر عن الليج اوف ليجندز وتعرفني اكتر باللعب. والله لول اللعبه 5v5، بننزل تيم قدام تيم، كل واحد فينا بيحاول يكسب التيم اللي قدامه بان هو يكسر البيز بتاعتهم او الانهيبيتور عامه، بس يعني بتبقى استراتيجي اكتر لايك زي التشيس كده. تمام، ممكن اعرف اصلا رول الكونتنت كرييتور في حاجه زي دي؟ بمعنى يعني بيبقى الرول بتاعه ايه بالظبط؟ انت عندك خمسة بلاير، في بوت هو بيبقى الداون سايد، في ميد وفي توب وفي جونجل، كل واحد وليه دور. يعني البوت لين مثلا بيبقى فيه اتنين بلاير، واحد ايدي كاري رينجد وواحد سبورت، ده اللي بيسبورت التيم وبيسبورت الاي دي سي. الميد لين نفس النظام، بس ده بيبقى اغلبه ميج او اساسن، دول اللي بيعملوا جانك او روم عامه لبقيه اللينات، بيحاولوا يساعدوا بقيه اللينات. التوب لين ده بيبقى في عالم تاني خالص، بيبقى شغل تانكات وفايترز وكده. الجنجل هو اللي بيسبورت اللعبه كلها بقى، ان هو يعمل اوفر كنترول على الماب، يعمل جانكس لللينز الثانيه بس كده. بما ان الكوميونتي بتاع حضرتك كله جيمرز، ففروم يور اون بوينت اوف فيو كده ككونتنت كرييتور، شايف ايه مثلا المميزات وايه العيوب بتاعه المجال ككوميونتي؟ هو في مميزات، لان احنا الاول يعني انا بلعب مثلا من 2006 ما كانش في حاجه اسمها كوميونتي، كنا
ابتديت الاول جيمر؟ اه انا بدات جيمر 2006 2007 يعني زمن. كانت احسن حاجه نبقى في حاجه اسمها كوميونتي، بقى في فيسبوك وجروبات ونتشات مع اصحابنا، بحيث ان لو احنا سيبنا لعبه نلعب لعبه تانية وكده. ف تعرفنا على ناس كتير، وبقى في فرايتي كمان، بطولات، تورنمنتات، ايفنتات، يعني بقى في فرايتي كتير. اوكي انا عايزه بس اتطرق لسؤال مهم جدا حضرتك قلته في النص، ايه اللي خلاك تحول من اوكي ده يخليني اسالك، ايه اللي خليك تحول من مجال الجيمنج للكونتنت كرييتنج اصلا؟ هو انا كنت يعني انا بحب الاونلاين جيمز من بدري، بس جت عليا فتره كده اللي هو قلت اجرب اطلع ستريم. الكلام ده كان في 2016، كانش فيه لسه بوسيبيليتي ان احنا نطلع ستريم عشان سرعه النت كانت بطيئه وكده، فجربت وعجبني الموضوع والناس كانت بتحب الكلام ده فكملنا. بعد كده بقى ناس تقابلني تسلم، نقعد نهزر نضحك، كان موضوع فن الصراحه. هما الكوميونيتي كلهم عارف عارف بعضه يعني، اعتقد في الموضوع ده بينافسن على بعضه بقى ولا عشان مسابقات وكده؟ هو يعني في اي حته بيبقى في كومبيتيشن. وانت الروح في المجال، هل في روح يلا لطيفه كده ما بينكم ولا لا الدنيا بتقلب خناقه بقى بجد؟ رحم الله من عارف قدر نفسي يعني. في كده وفي كده يعني، في اللي عايز كومبيتيشن وفي اللي اكيد بينافس بين عننا بقى. خليني اسالك، لو هنعمل دوكيومنتري او فيلم وثائقي كده عن حياه الجيمرز في مصر، تفتكر ممكن يعني حضرتك شايف ناخدها من انهي فوكس؟ هنعرض ايه؟ البدايات، هي بتبتدي من البدايات يعني، بدايه الطريق يعني، كل واحد ليه قصه، هي حلاوتها في البدايه. ده بدا جيمز ازاي، او امتى اول مره دخل فيها سايبر وكده. يعني انا ليا ذكريات مع السايبر 2006 بقى، وتامر عاشور والفجر، يعني فايبس كده حلو. أوي شكرا.